هو بالنسبة للحديث على الإعلام، الإعلام أصلا في حد ذاته هو حل إنعاش، مش أزمة فقط. معناتها الإعلام دمروه، دمر، من دمر الإعلام؟ دمروه الصحفيين بالسلبية متاعهم. وقت اللي تم اكتساح المجال الإعلامي من ناس ماهيش أكاديمية وماهيش مختصة في الإعلام ولا في الاتصال، وتدعي انها معناتها تنظر علينا وتعطينا معناتها في الاعلام كيفاش يتخدم، ونشوفه في التلفزيات وفي وسائل الاعلام السمعيه والبصريه المستوى بتاع الاعلام كيفاش ولا. اللي نشوفه فيه تو في الاعلام للاسف هو قمه في الانحطاط والرداءه. برامج ترفيهيه يتقال فيها كلام ما يتقالش في العائلات، المستوى رديء جدا، وليت وكأنه سلعة تباع ما عندها حتى علاقة معناتها بالمحتوى، المحتوى فقد الجودة متاعه حتى على مستوى البلاتوات السياسية. وقتاش الحلقة تنجح؟ وقت السياسيين يسبوا بعضهم، وقت اللي يبداو يتناقروا كسراتك، وقتها نسميه الحلقة ناجحة. والتعلق الشديد بالبؤس، الإعلام في مرحلة متاع احتضار. رأن الدخلاء كيف نقول راه لازم أكاديميين ومختصين، مانيش ضد وجودهم نهائيا، بالعكس قلنا انهم يثريوا المشهد الاعلامي، وفما فيهم ناس ما تحاول تجتهد وتتعرض لنفس الصعوبات اللي تعرض لها الصحافي بالممارسة بالتعب بسنوات الخبرة، مانيش ضدهم. هذا المجال يتسع للجميع، ولكن ضد الرداءة وضد الاسفاف وضد الركوب على الاحداث والركوب على المشهد. نشوفي في ممثلين، الممثل راك بلاستيك سوغ سين، مش بلاستيك في البلاتوات، مش انت اللي تنشط وتقدم البرامج، البرامج لمقدمي البرامج اللي عاده لازمهم يكونوا من صحفيين عندهم خبره سنوات، واذا كان مش صحافي على الاقل يكون فما مستوى وفما جوده. بالنسبة لبرامج الإصلاح في وسائل الإعلام وللإعلام بشكل عام، الحقيقة ما يجيش، ما شفت حتى برنامج متاع إصلاح. وربما علاقتي متوترة شوية مع النقابة، ومش عدائية، راني إذا كان نقتل النقابة راني ننضوي تحتها، وكل عام راني نخلص الانخراط، معلوم انخراط نخلصه، وراني متعلقة جدا بالهيكل اللي مثلنا واللي هو بالأساس بالنسبة لي أنا شخصيا. النقابة هي الهيكل الوحيد اللي مثلني أنا كإعلامية وكصحفية، اسمها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ولكن ما ريتش برامج، اللي ريتو ريت ربما ما يتغشوش مني، ولكن راني نقول في الحقيقة، راني ننقد فيكم باش تصلحوا، راني مش نحب نهد، راني نحب نبني معاكم. اللي نشوف فيه هو ربما دورة تكوينية في عديد الجهات نفس الأسماء بعينها، دورة تكوينية في الخارجي نفس الأسماء بعينها، اللي هما نفس الأسماء هذوما اللي يعمل الدورة التكوينية نشوفهم زيدا يبايجوا في التلفزة الوطنية، اللي هما المقربين من النقابة متاع الصحفيين، اللي هما منعش يخدموا بثقافة الشلة بثقافة المجموعة، لا مش هذية. نشوفهم أحيانا الحقيقة ما تتغشوش نقابة الصحفيين، أنا نقول لكم في الحقيقة، نعرف الحقيقة توجع، ولكن نشوف نقابة الصحفيين حتى كي تصير أزمة لمؤسسة إعلامية فإنها تتضامن مع مؤسسة، ومؤسسة ما تتضامنش مع، تتضامن مع صحفيين، صحفيين ما يتضامنوش مع برشا صحفيين، اضطروا برشا صحفيين فقدوا مورد رزقهم، برشا مؤسسات إعلامية فلسة. ما نصورش كان مازال المشهد الإعلامي والمؤسسات الإعلامية باش تعاني أكثر من المعاناة اللي هي فيه، المؤسسات المصادرة كلها فلسة، بعض المؤسسات تشكو من الإفلاس زادة، الإذاعات الجمعية تقريبا كلها فلس ومهددة بالغلق وبرشا زادة سكر، المؤسسات الصحافة المكتوبة ما نحكيش عليهم معناتها في حالة تبكي. هذا الكل وين النقابة؟ شنو عملت؟ ما ليتش الحقيقة. لو كان جيت شفت إنجازات أراني أثنيت عليهم، ولكن أنا ما ليت حتى إنجاز. أنا بالنسبة لي أنا قلتها ونعودها ألف مرة، نتمنى أنه الهياكل النقابية متاعنا تكون قوة ضغط، تكون قوية، تشمط قوية قوية قوية، كما نشوف نقابة المحامين، كما نشوف نقابة الصيادلة، كما نشوف نقابة المهندسين، أي تهديد وضغط وإصلاحات، وتفرض تفرض معناتها رأيها،
مش تعين فلان اللي تابعها وتعين فلان في الموقع الفلاني، مش هذاك دور النقابة بتاع الصحفيين. لا لا، دورها لازم يكون إصلاح جذري للمؤسسة الإعلامية، ولازمها تدافع على التشغيل الهش. وتحكيوا على اتفاقية إطارية، ما تهمنيش برشا الاتفاقية الإطارية، على خاطر المؤسسات الإعلامية بالوضع المالي اللي فيها تو ما تنجمش تطبقها. كي تقولي تفرض انت مليون و300 ولا مليون و400 بالسيف على المؤسسة الإعلامية انها تخدم لك صحفي بالشهرية هذه، راهو صاحب المؤسسة غير قادر، راهي مفلسة. دونك مش يلقى دخيل، ربما ما عندوش مستوى علمي أصلا، مش غير نحكيه على أكاديمي يخدم 200 و300 ألف. دونك لهنا الإشكال مش باش يتحل، وبالتالي النقابة لهنا مش أنا باش نعطيها دور. هما نقابيين وترشحوا على أساس برامج، يعرفوا شنو لازمهم يعملوا باش يصلحوا القطاع.